قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. هذه الآية جاءت في ثنايا الحديث عن غزوة أحد. قال الإمام ابن عطية في المحرر الوجيز: ولا أحفظ في هذا شيئا مرويا، ولا أحفظ في هذا شيئا مرويا، لكن قال بعض أهل العلم كما حكاه القرطبي تعقيبا على ابن عطية رحمة الله على الجميع، قال: لما كان الربا سماه الله عز وجل حربا لله ورسوله في قوله جل وعلا: فأذنوا بحرب من الله ورسوله، جعل الله عز وجل آية الربا هنا متوسطة لآية القتال والحرب. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، ليس قول الله عز وجل أضعافا مضاعفة قيدا، وإنما إخبار وصفة كاشفة لواقع الحال. والربا على ضربين: ربا نسيئة وربا الفضل. ربا الفضل جاءت به السنة، ربا الفضل جاءت به السنة، وربا النسيئة هو الذي كانت العرب تتعامل به، وقد عظم الله عز وجل جرمه وشناعته وجعله حربا لله وحربا لرسوله. وقد كان الرجل منهم يأتيه الرجل يقترض فيجعل له أجلا ويزيد في المال، فربما لم يقدر ذلك المقترض أن يوفي الدين، فإذا حان الأجل زاد الرجل في القرض وزاد في الأجل، يؤخره شهرا آخر على أن يكون المبلغ الذي اتفق على تسليمه أكثر فأكثر. فهذا من معنى قول الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. ثم قال الله عز وجل: واتقوا النار التي أعدت للكافرين. قال الإمام أبو حنيفة رحمه الله: هذه أخوف آية في كتاب الله، وأنا أقول بقوله. قال: هذه أخوف آية في كتاب الله. لماذا أخوف آية في كتاب الله؟ لأن الله قال: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، فالأصل أن النار معدة لأهل الكفر، والنار التي أعدها الله للكافرين توعد الله جل وعلا بها هنا عصاة الموحدين، عصاة الموحدين، فأصبح المعنى أن الكفار يدخلونها أصلا، وعصاة المؤمنين يدخلونها عرضا، يدخلونها عرضا بفتح الراء لا عرضا، والمعنى أنهم لا يخلدون فيها، لأن خلود أهل التوحيد في النار محال، خلود أهل التوحيد في النار محال. لكن الله خوف عباده بهذه الآية وبين عظيم جرم الربا: واتقوا النار التي أعدت للكافرين، وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون.